السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين ديال قناة محمد الفيلي في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفه ان شاء الله التصحيح ديال الامتحان المحلي الموحد الخاص بالسنة الثالثة اعدادي مسلك دولي مادة علوم الحياة والعرب. اذا نبداو على بركة الله، هذا الامتحان راه كامل ان شاء الله غادي نفتحوه كامل. اذا غادي نبداو بلا ريسيتيسيون دي كونيسونس. السؤال الاول: بريسيزي لو شيفر كونفونابل دوفون شاكان ان دي سيجيسيون ا بي اس سي سويفون ان ميتون ان كروا. يعني غادي نديرو علامه في الاقتراح الصحيح. نبداو برقم ا، لو كواشيور كور ايت ان مالادي دي. يعني الكواشيور كور هو هذا المرض، شنو هو السبب ديالو؟ واش كارونس اون فيتامين، مانك دو بروتيد، بينوري داليمون انرجيتيك، او بيان كارونس اون كالسيوم. اون سي كو لو كواشيور كور ايت ان مالادي دي او اون مانك دو بروتيد، يعني النقص في البروتيدات. نمشيو للبي، بور ميتر اون ايفيدونس لاميدون اون يوتيليز، يعني باش نكشف على النشا شنو كنستعمل. حنا كنعرفوا ان باش كنستعمل كنستعملو تكون ابل لويودي، يعني الماء اليودي. دونك بور ميتر اون ايفيدونس لاميدون اون يوتيليز 3، يعني لو يودي. لو سوليسيون دو فيلين كيكشف لنا على الجليكوز، لوكسالات دامونيوم كتكشف لنا على لي سيل دو كالسيوم، لو نيترات دارجو كتكشف لنا على لوسيل دو كلورير، لوسيل دو كلورير. نمشيو للسي، لي سيلين اكستري لينيرجي نيسيسير ا لور اكتيفيتي ا لور ريبرودكسيون هما واش لي ماتيير اورغانيك، لي فيتامين، لي سيل مينيرو، بيان لو. اذا فين كنجبدوا الخلايا، فين كتجبد الطاقه؟ واش من لي ماتيير اورغانيك، يعني الماده العضويه، ولا لي فيتامين، ولا لي سيل مينيرو، ولا لو؟ الاقتراح الصحيح هو لي ماتيير اورغانيك، يعني الماده العضويه. دابا ندوزو للسؤال الثاني، إكخيغ دوفون شاك انترن لو شيفر دو سا ديفينيسيون. يعني عندنا عندنا دي ديفينيسيون، عندنا دي تيرم. هنا غادي نديرو الأرقام ديال كل قبل كل تيرم. عندنا لو بروميي تيرم هو لا غاسيون أليمونتيغ. شنو هي لا غاسيون أليمونتيغ؟ هي الكلتور الغذائية. دونك شنو هي؟ هي لا كونتيتي داليمون سامبل كي كوفر لي بيزوان دي كور اون 24، هي كمية الأغذية اللي كيحتاجها الجسم خلال 24 ساعة. دونك لا غاسيون غادي تكون مع رقم 2. لونزيم، حنا كنعرفوا لونزيم شنو الدور ديالو؟ ال كاتاليز لي رياكسيون شيميك. نشوف ان برودوي شيميك اورغانيك كي نو رياجي با على رياكسيون مي لا كاتاليز. دونك غيكون لونزيم مع رقم 4. بقات لنا لي زاليمون سامبل، هو الكومبوزي اورغانيك او مينيرو اونتر دان لا كومبوزيسيون دي زاليمون رقم 1، و لي زاليمون كونستريكتور سون دي زاليمون نيسيسير ا لا كومبوزيسيون كومبوريل اي على كرواسون، يعني واحد الاغذيه كتساعد في البناء ديال الجسم. وهكذا كنكونوا حصلنا على مجموعه من النقاط. ندوز للثالثة على ثلاثه النقاط. قال لك دوني سيتي لي بروبريتي بيلمونير فاسيليتون لي زيشانج دي غاز ريسبيراتوار انتر لير اي لو سون. نذكروا واحد الخصائص بني رئويه كتسهل التبادلات الغازيه التنفسيه ما بين الهواء وما بين الدم. الاولى هذه اللي خصكم تعرفوها هي لو غون نومبر دالفيول، يعني العدد كبير ديال الاصناخ الرئويه. حاجه ثانيه غروند فاسكيلاريزاسيون، عندنا واحد الكثافه ديال الشعيرات الدمويه، يعني كتكون العروقه بزاف، كل ما كان العروقه بزاف كتكون لي زيشونج بزاف. وعندنا لا باغوا مانس اونتر لو سون و لير الفيول، عندنا واحد لا باغوا كي تري مانس كيسهل حتى هو التبادلات الغازيه التنفسيه. السؤال الثاني، لو نون دو لا ستركتور دو لانتستان غري او لي نوتريمون سون ابسوربي اون سيتون لي زيليمون كونستيتيف دو سيت ستركتور. لا ستركتور هي لي فيلوزيتي انتستينال، صافي هي لي فيلوزيتي انتستينال. والمكونات ديالها عندنا دي سيلول، عندنا دي كابيلي، عندنا دي تيسي ايبيتيلي، عندنا دي فيسون لامفاتيك. سؤال ثلاثة، أعطينا لو نون دو لا كاركتيريستيك كي فاسيليت لا بروباغاسيون دي غاز ريسبيراتوار، هي لا ديفيزيون دي غاز، لا لوا دو ديفيزيون دي غاز. ريبارتيسيون دو لا بريسيون بارسيال دي غاز دو لا زون او لا بريسيون اي لي بلي ايفي فيغ لا زون او لا بريسيون اي بلي باز، يعني ان هذا القانون كاين الغازات كتنتشر من الضغط المرتفع للبلاصة فين كاين الضغط المنخفض. هادشي بسيط. نمشيو مباشرة بالنسبة لو ريزونمون سيونتيفيك، بوغ ديتيرميني دون لاكيل ميزور ليكيليبر اونتر لابور اي لي بيزوان انرجيتيك اي ريسبكتي، نو بروبوزون لي دوني سويفون. انا درسون 15 سنة كونسوم اون اكتيفيتي ريغيليير بوندون اون جورني دي روبا كي لوي فورنيس دي كونتيتي داليمون اكسيتيرا. شنو خصنا نعرفو؟ خصنا نعرفو العدد ديال البروتيدات اللي كلا هذا، العدد ديال الدهنيات،
والعدد ديال الدهنيات والعدد ديال السكريات بحال كده. عندنا لي دوني كوم سو فورم دي هيستوغرام او بيان دي كور. هاد لابور اليمونطاسيون اون كيلو اون غرام اون غرام كلا 90 غرام ديال لي بروتيين، لي ليبيد 130 غرام، ولي غليسيد 600 غرام. هادشي في الدوكيمون 1. وعندنا الدوكيمون 2، عندنا لي بيزوان جورنالية اون انرجي بوندو 24 ساعة شحال كيحتاج على سولون لاج بالسنوات، كل واحد شحال كيحتاج باش نديرو المقارنة. هنا السؤال الأول قالك سيدي كالكيلي لابور انرجيتيك كوديريان اون دي سيت ادوليسون ا بارتير دي دوني دوكيمون 1 ساشون 1 غرام دي غليسيد عطانا و دي بروتين لي بي 17 و 1 غرام دي ليبيد عطانا 130. شنو نديرو؟ نديرو داك 90، هي 90 غرام دي بروتين ضربها 17 زائد 130 غرام نضربوها في 30 38، و 600 غرام نضربوها في 17 وغادي نجمعوا المجموع نلقاو لابور انرجيتيك ديال هاد لادوليسون هو 16670 كيلو جول. السؤال الثاني اكستراير دو دوكيمون دو لا فالور دي بيزون انرجيتيك كوتيديان كوريسبوندون ا ستادريز. شحال العمر ديال هاد لادوليسون؟ هو 15. نشوفوا 15 فين جات، جات في النص. شحال خاصو؟ خاصو تقريبا واحد 12000 وشي حاجه. إذا درنا الإسقاط 15 غتجينا هي 12450 كيلو جيل. صافي. السؤال الثالث كو كونكليفو دو لا كومباريزون دو لا فالور اوبتوني على كيستيون 1 اي لا فالور ديتيرميني دون لو دوكيمون 2. دونك il y a une différence entre l'apport alimentaire et les besoins journaliers en énergie chez l'adolescent. On conclut qu'il consomme autant qu'il a besoin. صافي. هو 16 يعني كيتناول اكثر ديال الطاقه، اكثر كيتناول عنده واحد العدد هائل من الطاقه، بمعنى ان هاد 15 سنه خاصو فقط ديال الطاقه خاصو 12450 كافيه. ولكن هنايا شحال تناول ملي حسبنا لابور انرجيتيك في السؤال الاول؟ لقينا 16670 كيلو جول، يعني كيتناول اغذيه اكثر طاقه. علاش؟ حنا اللي كنلقاو 600 غرام، هادشي بزاف. صافي. دونك كياكل اكثر من اللي غيحتاج. سؤال 4 كومون كومونديفو ا سيت ادوليسون بور ان اليمونطاسيون ايكليبري اون تيرم دو كونتيتي دينيرجي. باش كتنصح هذا لادوليسون شنو خاص يدير؟ مثلا اون ريكوموند ا سيت ادوليسون دو كونسومي موان دو سكر اي دو غراس اي بليس دي بروتين. خاصو ياكل البروتينات بزاف، عنده النقص فيها بزاف، وخاصو ينقص من الدهنيات وينقص من السكريات، وغتكون حصلتي على النقطه ديالك كامله متكامله. غندوزو مباشره لا كيسيون المواليه. هادشي راه كتعرفو بسيط للغايه، تمرين بسيط ما فيهش شي صعوبه بزاف. بوغ ريفيلي لي زيليمون ايسونسييل دو لاكتيفيتي دي زورغان نو بروبوزون لي دوكيمون ان اي دو، يعني باش نسترجعوا داك العناصر الاساسيه بالنسبه للنشاط ديال الاعضاء كنقترحوا عليكم الدوكيمون رقم 1 والدوكيمون رقم 2. عندنا الدوكيمون رقم 1، عندنا لي سيرفو، عندنا لي ميسك، عندنا لو كور، عندنا لي ران، وعندنا لا كونتيتي دو لوكسيجين كونسومي، كل وحده شحال كتكونسومي ديال لوكسيجين. وعندنا في الدوكيمون جوج عندنا ا و بي، يعني هادوك سون دي فين دي زارتير، يعني عرق دمويه كيدخل منهم، كيدخل منهم الدم وكيدي الاكسجين بالنسبه للعضو باش ياخد الاكسجين وكيتخلص من ثنائي اكسيد الكربون. صافي. En analysant les données de votre document 1, précisez l'organe qui consomme la plus grande quantité de l'oxygène. Où est le cœur? L'histogramme de l'oxygène, c'est à peu près 11 ou 12 millilitres. Donc, où est le cœur? C'est la moindre quantité de l'oxygène. Je vous le dis, c'est la moindre quantité de l'oxygène. C'est les reins. C'est les reins qui sont les reins. الموالي ب ديتيرميني لورغان لا بلي اكتيف. شكون هو لورغان لا بلي اكتيف؟ هو لو كور، راه باين هو القلب. سي ديتيرميني لا غولاسيون اونتر لاكتيفيتي دي زورغان اي لا كونسوماسيون دو لوكسيجين ا بارتير دو دوكيمون 1. باين هادي بلي لورغان اي اون اكتيفيتي بلي ال بيزوان دو لوكسيجين بور لا ريبرودكسيون ولا لا برودكسيون دي انرجي. كل ما كان العضو نشيط غيحتاج لواحد الكميه كبيره من الاكسجين باش يدير لنا لا برودكسيون دي انرجي، باش الانتاج ديال الطاقه. ندوزو بالنسبة لثانيا، أ بارتيغ داناليز دو لابور دي غاز دو لي دو فيسون، نقارنو بين الغازات بالنسبة لأ و بالنسبة لب، ديتيرميني لاكيل إيتين أرتير إي لاكيل إيتين فين. باينة،
دونك ا عندها القيمة ديال الأكسجين 150، و السي او 2 عندها 530، صافي 530. وعندنا بي عنده الاو 2 200، وبالنسبة للسي او 2 عندنا 490. يعني قال لك نحدد شكون هو الارتير اللي هو شريان، وشكون هو اللي وارد. دونك حنا كنعرفوا ان لي زارتير ال ترونسبورت لو سون دي كور فيغ لي زوريان، وبالنسبه لي فين ال ترونسبورت لو سون دي زورغان فيغ لو كور، يعني كترجعنا الدم للاعضاء للقلب، عفوا من الاعضاء للقلب. دونك السؤال قال لك سيدي ديتيرميني لوكيل ايتين ارتير اي لوكيل ايتين فين. دونك بالنسبه ل ا دونك بالنسبه ل ا سيتان ايتين فين، بالنسبه ل بي ايتين ارتير راه كاين واحد الخطا. بالنسبه ل ديتيرميني السؤال 3 ديتيرميني لو سونس دو ترونسبور دي سون ان بلاسون لا مارك دون لا كاز ابروبريت. اين السهم بان واش ا والسهم رقم 1 ولا السهم رقم 2 الدم غيمشي من غيمشي لو سونس ديالو، غيمشي من بي ل ا، من بي ل ا يعني عندك الاورغان خاصو يستافد من الاكسجين وغيطرح لنا ثنائي اكسيد الكربون. دونك السهم رقم 1 ماشي 2. 4 ديدوير لو غاز ريسبيراتوار كو لورغان بريليف دي سون، شكون هو الغاز اللي غياخد لورغان من لو سون اللي هو الاكسجين اللي هو الاو 2. سؤال 5 لورسكو لو سون باس اترافير لي زورغان لي نيتريمون سون بريليفي سير لا باز دي سيز انفورماسيون اي دي كونيسونس ديتيرميني لي زيليمون نيسيسير بور برودوير دو لينيرجي او نيفو دي زورغان. دونك لي ليمون ا شنو هو؟ قلنا الاكسجين. لي ليمون 2 هو لو غليكوز، صافي خاصو ضروري الاكسجين وخاصو الجلوكوز او بيان النيتريمون باش ديرنا لوكسيداسيون دي نيتريمون بور برودوير دو لينيرجي. سؤال 6 ريزيمي بار رياكسيون لا برودكسيون دي لينيرجي او نيفو دي زورغان. دونك كنعرفو ان الجلوكوز هو سي 6 اش 12 او 6 بلس 6 او 2، شنو كيعطينا؟ كيعطينا 6 سي او 2 بلس 6 اش 12 او بلس انيرجي. وهكذا كنكونو سالينا هاديك ليكزام بكل اريحيه. اذا نتمنى ان هادشي يكون وصل لكم بسيط للغايه، شويه ديال التركيز وما يكون غير خير ان شاء الله. وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، الى اللقاء غدا غادي ندويو ان شاء الله بالتوفيق للجميع، والى اللقاء فيديو مقبل بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.